خلص هاتو وصل 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 هاتو. الله معكم. سلام عمي خيرو. الله معك. شو بتقل بالسهرة امبارح؟ جبك متنيح لك، شد لي حالك. وين رحتي يا بنتي؟ لك شو بدك حتى جايبتيني لهون؟ جبريلي يا ودا، هيك بدي احكي معك موضوع من راسي لراسك وما بدي امك تسمعني ابدا ها، لاني صراحه خايفه انها توجع علي. ايوه، ليش بدك تحكي شيء بخص امي؟ يي اعوذ بالله، ليش انا ايمت عملت شيء ولا حكيت اي شيء بزعج حماتي تقبر قلبي؟ بس هي سبحان الذي خلقها ما بعرف ليش هيك، يعني كل كلامي تقيل عليها وفورا بتضوج علي، فورا بتضوج. ليه ما بدك لها هالقد انت الثانيه؟ لا لا بدك لها هالقد. اسمعيني هلا بدي احكيك هيك سيره من راسي لراسك، لانه انا بعرف انك انت كثير بتحبيني مثل ما انا بحبك. طيب شوفي. يلا يلا هدي علي لحق لك. شوفي ليكي، سمعت لك هيك سمعه، والله ماني عرفانه احكي لك ولا ما احكي لك، احكي ولا ما احكي. خلصنا مديحه. شوفي ايه يلا رح احكي لك. تقبريني، سمعت لك قال شو؟ انه عمي ابو عدنان قبل ما يروح ويخطب حماتي تقبرني مرت عمي، قال كان حاطط عينه على يسرى. شو؟ ايه والله هيك، وانه هو راح كمان بده يخطبها لهي يسرى وهي ما رضيت فيه. لك ولي عليك وعلى حكيك، ايه والله ما عم يتحق امي تضل مستلمتك. شبكي شبكي، ليش هيك تشطيها؟ لفهميني قبل ما تضوجي السيره مزبوطه ولا ما انا مزبوطه؟ ليكي مديحه، اوعك تعيدي هي السيره مره ثانيه، وهي القصه كلها بدك تنسيها، لانه كلها علاك وتخريف وكذب بكذب بكذب. لك شبكي عم بتضوجي علي؟ شبكي لا اله الا الله، الواحد ما بياخذ كل حق ولا باطل، مثل امك طلعتي لك خنطق منطق. يعني شغلي بتمخوي بصراحه، البيق منن وفيهن، شلون بيشحطوا هالشحطه على اساس دافنينه سوا؟ مو شغلي بتحط العائد بالكهف؟ والله غريب، مو على اساس هن اكتشفوا انه هو عم يشتغل لمصلحه اهل الحاره؟ لك نزير مو قابضه للقصه، ومن تطليعاته بين كانه عم يقول لهم لاهل الحاره بلا جدبه. نزير؟ لك ايه نزير، نزير ما غيره، هو ما حكى بس تطليعاته هيك بتقول. بعدين لما اجى حمده وصار ينادي بالشام قمح وشمس ومعبى والديوان فيهم مخبى، انبسط نزير بالحكي. بس انا ما فهمت، بس حسيت، لا ما حسيت، استطعمت. والله ما انا قليل يا برو. لك انا الخرطوش الفت تبعي، بدكم شيء مني؟